دينا عندها كلام كتير جدا هتقوله، وانا هعمل معاها حوار، هحاول اسالها اسئله علشان نطلع منها حاجات كتير قوي على قد ما نقدر. اهلا دينا. اهلا، ازيك؟ ومعاكي مفاجاه. معايا مفاجاه. اتفضلي قولي لي، عايزه تبتدي بايه؟ أي ليه لو بطلنا نحلم نموت؟ ليه بطلنا نحلم نموت؟ عشان احنا انسان، الانسان ما بيحلم بنفسه بيحقق احلام حلمه، ولو الانسان ده لو ما حققش حلمه ممكن يموت. فحس انه مات. بيموت مجازا يعني؟ مش اكيد. وده بيحصل فعلا. انت كان حلمك ايه؟ انا حلمي ان اكون بطلة العالم. وحققتيه؟ وحققته على مستوى المحلي والعالمي. دلوقتي حلمك ايه؟ دلوقتي حلمك ايه يا دينا؟ حلمي دلوقتي ان الناس كلها تحبني وتدخلني في احضانها، واحس ان الدنيا كلها ملك ايديا في لحظه واحده. اكيد الدنيا ملك ايديكي، بس مش كل الناس. الناس ساعات في ناس طبقات. انت عايزه الناس تحس ان الدنيا ملك ايديها. ايوه، ده انا بفكر فيه. يعني ايه اللي لازم يحصل عشان الدنيا الناس كل واحد يحس ان الدنيا ملك ايديه؟ يعني يحس ان هو لما يلاقي في ناس بتحبه قوي وبتجري عليه وحاسس ان في اقبال جامد عليها، بيحس ان هي ملك الدنيا كلها. من غير حب الدنيا كلها واقفه ما تسكتش. في صور يا دينا عايزين نشوفها مع بعض. في كذا صوره ليها معنى كبير قوي. انت بتحبي السفر؟ ايوه، بحب اتصور، ببقى حاسه اني مبسوطه قوي لما بتصور في اماكن بحبها. وبتحبي السفر كمان؟ سافرت كتير؟ سافرت 14 دوله. فاكره ايه اكتر موقف اثر فيكي وانت مسافره؟ الموقف الوحيد كان الحلم الوحيد كان نفسي احققه يعني في اللحظه دي، ان انا اخش البيت الابيض، وكانت اول مره في التاريخ اخشه. فاكره كمان اليابان؟ ايوه، اليابان. اليابان دي كانت ليا فتره حلوه قوي. يعني كان في الاول كنت عندي فتره تدريب مع عماد محي الدين، هو كان صديقي في المكتب، هو اللي اخذني وعمل لي تدريب على الجري، وماسكه الشعله كان الشعله في ايدي وبجري بيها. ولما جريت بيها حسيت ان انا مبسوطه قوي. اول مره امسك شعله بالضخامه دي والتقل ده، ازاي اجري بيها؟ ازاي اتحمل مسؤوليه الشعله دي؟ دي حاجه مقدسه بالنسبه لليابانيين كلهم. وانا فاكره ان لما كنا بنتكلم حكيتي لي انه وانت ماسكه الشعله اتخضيتي شويه من الناس عملته. الناس ما اتخضتش، حسيت ان في ناس بينادوا عليا، حسيت ان البنت المصريه دي هي الوحيده اللي بتجري باسم سبيشال اولمبيكس الريجن والدولي، هي دي الوحيده المصريه اللي ماسكه الشعله. فحسيت ان ده حافز قوي جدا، بحس اني مبسوطه. دلوقتي دينا انت بتعملي ايه؟ انا بفكر في حاجات مستقبليه يعني ليكي ولغيرك. ليا ولغيري. ايه اللي بتعمليه كمان للناس اللي حواليك؟ يعني مش حافظه قوي يعني، اعرفوا يعني ان الناس لما بتحتاج حاجه انا بحب اساعدها. ما بحبش اقف كده محلك سر، بحب اساعد. واكيد بتساعد. في مره قابلتي كلينتون؟ ايوه، الرئيس الامريكي السابق. كان في اوبن ريسبشن، وهو كان بيشوف بيقول السبيتش بتاعه، وشفته وسلمت عليه، وهي صورنا صوره مع كلوب الماسنجر الدولي. وقابلتي بوش كمان؟ ايوه. امتى؟ يوم عيد ميلاد يونس كينيدي شرايفر بواشنطن 2006 و2007. كانت ايه المناسبه يعني؟ كانت مناسبه عيد ميلاد. كنت حاضره عيد الميلاد؟ كنت حاضره عيد الميلاد بصفتي متحدث رسمي باسم الاولمبي الخاص الريجن والدولي كله عين. وقال لك ايه؟ كان مبسوط قوي لما شافني من مصر، يعني ما كانش مصدق اني جايه من مصر. كل شويه يقول لي كامل كامل كامل، مش قادر اصدق ان المصريين ممكن يقولوا لحد عنده، ازاي ما اعرفش. قابلتي كمان قريب عمرو موسى؟ ايوه، قابلته. ايه اللي حصل؟
كنا بنتكلم مع بعض حاجات يعني تبع الدستور، وزي مصر كلها زي يعني فلاح المصري او الانسان المصري ياخد حقه في الدنيا دي كلها. قلت له ايه؟ قلت له نسي اخد حقي، نسي الدستور يجيب لي حقي، والناس كلها تاخد حقوقها مش انا لوحدي. قال لي ان شاء الله. حاسه انك واخده حقك؟ حسيت ان حقي رجع لي تاني. كان حقك حسيتي انه ضايع؟ حسيت ان اتغير معايا في كلامه، حسيت ان الحق ممكن يجي يوصل لي ازاي؟ عرفت؟ انا دينا بحاول اشوف الصور اللي احنا جايبينها لان في صور جميله ليكي، يمكن احتاج مساعده. على اي حال انا هكمل معاكي. انت المواقف اللي قلتي لي عليها، الاولمبياد، الشعله اللي انت جريتي بيها في اهي ده مكتبي اللي بشتغل. ده مكتبك؟ معايا عماد محي الدين كصديقي، يعني هو وشيف فولي كان معايا في نفس المكتب، كنت مسؤوله عنه. بتعملي ايه في المكتب اللي فوق؟ يعني كنت بعمل حاجه. ايه المشروعات اللي بتشتغلي عليها دلوقتي؟ المشروعات اللي بشتغل فيها كنت بعمل فاكسات، ببعت فاكس على مستوى عالمي دولي، ومنها بكتب حاجات على الكمبيوتر زي الجوابات، ومنها بعمل فوتوكوبي، ومره عامل سكان. وكان ده كان تحت تدريب واشراف نهلة شاكر، كانت هي المسؤوله عن المكتب. يعني انت كنت متحدثه باسم الاولمبياد الخاص؟ ايوه. تفتكري اي موقف وانت مسافره؟ لان انا عارفه ان انت اتكلمتي وكان ليكي كلام كتير طبعا. في بتكلمهم عن تجربتي على بيتي الخاص بكل بلد الشكل. الصوره اللي بعدها هي ده في المكتب برضو. بس كانت في سوريا. في سوريا؟ ده المكتب في سوريا. وكان برضو كنت مشاركه في اولمبياد هناك. مشتركه عشان بقول الكلام اللي بقول، يعني كنا بنتكلم في مواقف، حاجات ممكن نقول فيها. ده كان ده المؤتمر كشف الصحي، فانا بنتكلم مع بعض عنها وانا اقدر اقول ايه يعني بالظبط. يعني هنشوف صوره ثانيه. ده المؤتمر الصحفي اللي حضرته، كان معايا حسين فهمي، واول ما قلت له ازيك يا سحس بفرحته جري، كان فرحان بيا جدا، ودد بوجي ورد، والكوبريلات اشتغلت، حتى الصحفيين كمان والمصورين جريوا بالتصوير شغالين. ما الكوبريلات اشتغلت فلازم يجروا بالتصوير يعني. صورة اهو سحس. صورة تانية. فرحان قوي لأول مرة يسمع كلمة سحس. دي بقى في اليابان. دي في اليابان مع كلينت. اوكي. فاكرة أي حاجة عن الصورة دي عايزة أثرت فيك، عايزة تحكيها؟ وإحنا في اليابان كنا لما شفته في الأوبن ريسبشن انبسطت قوي، قلت بقى كويس على الأقل نصور صورة سوا مع بعض وكده. فواحد من صاحبي يعني كلوب الماسنجر بنرويج، ومعايا صاحبتي من المكتب، كانت معايا في المكتب عايزين نثبت المكتب، وأنا اللي كنت معاهم في الصورات. بس الصورة دي أحسن ولا سحس؟ لا سحس. الصورة الثانية دي بقى دي الرياضة اللي كنت بلعبها، دي دفع الجلة، وهي وانا اللي خدت مجموعة دي كلها فيها. هتورينا الميداليات. وادي المفاجأة اللي انا قلتها دينا قبل ما هي وعدتني فعلا بمفاجأة. هي دي اللي خدتها في الرياضة دفع الجلة. دينا تقال قوي مش ملاحقه. بصي قد ايه كتير. انا كنت عايزه البسهم لك بس مش يعني هتبقى قدامي معايا ميكروفون صعبه. يعني مش عارفه اقول لك مبروك ليكي ولا مبروك لينا ولمصر. اصل الميداليات دي انا جايباها معايا، يعني قلت اوريها لهم واقول للناس ان انا عملت ايه بالظبط. اتفضلي. ودينا الصور دي ده في دبي، كان مع معايا والدتي. معاكي والدتك؟ اه. والدتك طبعا هي اكتر حد شجعك اللي انا عارفاه. يعني من قلت لك قبل كده يا استاذه مي، يا استاذه مي بس ما قلتيش للناس لسه. انا يعني انا عارفه قلت بس يعني ان الام
مدرسة إذا عدتها عدى شعب ابن عراقي، وهي دايما بتساعدني في كل حاجة، وده المنبر المشاني اللي خلاني أبقى في حالة ثقة، وكان في بينه وبين بعض تبادل مشاعر حاجات كتير قوي يعني. هي والدة دينا ما قدرتش تيجي النهاردة لأن عندها أعمال خيرية، يعني بحييها. لو في صور تانية أعتقد في صور تانية، ولو إن المفروض صورة ماما دي أهم واحدة. فعلا أهم حاجة. دينا أنا بشكرك جدا جدا جدا، إحنا بنحبك. مرسي يا دينا. لا يا أستاذة مي، لحظة واحدة. تفضل يا دينا. كنت عايزة أقول لك على حاجة. كنت أنا دارسة الميداليات اللي معايا دي، كان فيها حاجات أخدتها من سبيشال أولمبيكس المصري مع أيام ماجدة موسى الله يرحمها. الله يرحمه. ويوسف كينيدي شرايفر لما شفتها مرة انبسطت جدا وقلت لها كثر هوي طيبة. كان يوم عمادة في واشنطن في البيت الأبيض. دينا بجد إحنا فخورين بيكي. ميرسي. ميرسي ليكي. شكراً.